السلام عليكم ورحمة الله. كنت واجد اليوم في سوق الزيتون العطاوية قديم قلعة سراقنة. نذكر لكم إن شاء الله التمينة ديال الزيتون. بالنسبة للطحين راه تقريبا 10 دراهم ونص، 11 درهم. الطحين اللي هو مزيان 11 درهم، واللي هو ناقص شوية يعني اللي كاينه من 9 دراهم حتى 11 درهم، وهي القيمة ديال الطحين. وبالنسبة للزيتون الكحال واللي هو بيض خارج يعني مزيان ديال التقاد، يعني ثمن اخر بالنسبة للكحلة راه تقريبا 14 درهم ونص لحتى تقريبا 15 درهم. وبالنسبة للبيضة راه كاينة 12 درهم، 11 درهم ونص، حسب الجودة ديال الزيتون. وبالنسبة لكان شي بيشو لين ديك لونك دوك مزيانة، هي 12 درهم ونص ديال الطرقاد. وبالنسبة لشحال عاطي غادي نذكره لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. شور سيدي، شور شور. السلام عليكم ورحمة السلام الله. سي مبارك، بخير؟ هاني من الشية. ايوا جينا عندكم اليوم. مرحبا خويا. الله يبارك فيك، الله يحفظك. يا نسول لك كحلة والبيضة والطحين الكحلة خويا من 14 درهم حتى 15 درهم. كحلة. كحلة. والطحين كاين 10 دراهم 205 206. الحين مليح حتى 210 الساعة، باقي ما عاطيش مزيان. باقي ما عاطيش وباقي طايح الثمن ديالو. باقي طايح الثمن، عطى مع الثمن، كتزاد يطرو كتزاد 10 مرة. وهاد اللي المسلالة. هذيك المسلالة خويا حتى هي مشرية مع شي سلعة أخرى ب 210 205 205 مزيان. والبيضة. البيضة خويا كاينة ب 11 درهم و50، 11 درهم و60، 11 درهم. على حسب الجودة. حسب الجودة. أيه. عاد الدجاج. نعم. وكيفاش؟ كيبان لك؟ كيبان لي بخير عاد تبارك الله. الحمد لله، كاين البيع شرا شوية ولا؟ بارك الحمد. الحمد لله وشكر الله. الله الحمد لله. الحمد. بارك الله. وشكرا سيدي، الله يجازيكم بخير وتحية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تحيي الاخوان والاخوات الفلاحين والفلاحات اللي يتابعونا، مرحبا بكم في فيديو جديد. الزيتون ديال الحوزيه، انا اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم الثمن ديال الزيتون والثمن ديال الزيت ان شاء الله بحول الله مع قوتي. محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الاخوان الاخوات الفلاحين والفلاحات اللي تابعونا، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للزيتون الثمن ديالو، ثمن الطحين كاين من 10 دراهم 10 دراهم 50 11 درهم، هذا بالنسبه للطحين. اما الزيتون البيض راه كاين 11 درهم ونص، كاين 12 درهم. وبالنسبه للكحله، الكحلة زيتون كحل كاينة عاد 14 درهم ونص، 14 درهم 14 درهم 14 درهم ونص اللي الثمن ديال زيتون الكحل. وزيتون الكحل غالي بزاف هاد العام، بزاف الجاية غالي بزاف. وبالنسبة للمعطل ديال الزيت راه عاطي 13 13 ونص 14. بالنسبة للبلدية عندنا 15 حتى بعض الأحيان تكون 15، ولكن بالنسبة للزيتون الرومي بالنسبة للبيشابين لونكتوك راه عاطيها حتى 17 17 ونص 18. وهذا مكان، وتحية والسلام عليكم ورحمة الله.